كالا تعي لهون. مراد بيك وصل؟ لا ما اجا. يا حبيب قلبي يا مديري الحلو، يا ترى قديش بده ليرجع طبيعي؟ ها؟ ايه نعم، هالمرة رح يطول شوي. بس عمار بيك هون. حدا سألك عن هداك الغبي؟ أنا ما سألت، أنتو سألتوها؟ هن كمان ما سألوا. نوران خانم شو مشكلتك معي بالضبط؟ ما عم أفهم، يعني أنا عملت لك شي لحتى عم تتجافصي معي كل الوقت؟ أنا وأنتي؟ بيبي أنتي وأنا كل وحدة بموقع بعيد عن التاني، يعني مو بمجال نظري، أوكي؟ مو ممكن إنه نتوافق سوا أبداً. ها يلي بشوفك كيف عيطتي علي قدام جميل بيك وأحرجتيني قدام الرجال بفكر إنه في شي صاير معك. مثلاً هاني، مثلاً بشوفك كرتي يا حلوة. أنا بظن إنك تضايقتي من اهتمام جميل بيك فيني ولا اهتمامه فيكي. جميل؟ شو بدي من جميل؟ خديش بعي منه الله يوفق لنسفق. It's yours. مستحيل ليدي مثلي تطلع على حدا مثل جميل، اصلا ما بيعجبني، مستحيل يعجبني، نيفر ايفر. والله انا شايفه العكس تماما. مرحبا يا بنات اختي. جميل بيك، شو هالأناقة؟ رايح تحضر عرس ما؟ لا عرس شو يا تالا؟ كنت رح أسألكن إذا حابين تاخدوا توست ولا بترضوها إنه تخلوا الولد يشغل المكنة أكتر من 10 مرات بالنهار؟ أي ولد؟ أكيد حضرتك ما عندك فكرة نوران خانم. أنا جبت صبي جديد مشان يشتغل عندي ويساعدني لأني بصراحة ما كتير فاضي يعني. على فكرة أنا زاير كتير بلدان وفاتل أوروبا كلها وشو ما كان، لهيك ما رح أعمل كونتوست. أنا لما رحت على جورجيا استثمرت هنيك 3 كافيهات مع عدد من البارات والمطاعم، وهي الكافيه الرابعة جمعيهم مع بعض بيطلعوا أكتر من هيك. أكتر. وصلت الفكرة؟ لازم تحركي مخك شوي. كان شغلي بكل الكافيهات ناجح ومرابحي منهم كانت عالية، وفوق هيك حب ضيف ملاحظة، أنا شاب دارس ومستواي التعليمي جيد، بعد ما تخرجت من الثانوية فت على السنة الأولى بالجامعة بالاختصاص الوحيد بقسم الدراسات الاجتماعية، طولي 179 ووزني 80 كيلو ولوني المفضل الأحمر. ستوب، انت شو اللي عم تحاول توصل له باختصار؟ بصراحة نوران خانم انا حابب ناقشك شوي بخصوص فستان العرس يلي صممتيه، كله أنوسة وفيه جرأة بس بنفس الوقت راقي واكابري. قصدك هاد؟ يعني اذا دققنا فيه من كل النواحي رح تقدري تعرفي انه هذا الفستان مصمم لصبية هادية ورايقة صوتها ما بيطلع، بس رغم هيك قدرت ونجحت بانه توصل اللي بدها اياه للناس اللي حواليها بدون اي مجهود. كمل كمل، يلا يلا كمل فلسفتك. طيب رح كمل. الفستان بيعطي رسالة عميقة للي عم يفكروا بالزواج من تحت لتحت وبشكل غير مباشر، صدقيني هذا الفستان بيهمس وكلياته أنوثة، يعني لو مالي رجال أنا بلبسه، فعلا حطيتي كل إبداعك فيه. جميل بيك، عن جد صار لي زمان ما ضحكت من كل قلبي، إن شاء الله تضحك لك الدنيا مثل ما عم تضحكني هلا. بالنسبة لهالفستان الشيء أكيد هو رائع، بس يعني طبعا عندي قطع أهم وأكتر خصوصية منه بكتير. عن جد عم تحكي؟ طيب بشوفهم.